Welcome, our dear students of grade 3 with lesson number 73. Today, in lesson number 73, we will talk about fractions also, like the uh, old chapter chapter 8. But today, we will talk about a uh, uh, fraction story problem. But first, we need to talk about something. خلينا الأول نتكلم على how to represent fractions. using clock. divide each clock face into the fractional bar that is are listed blue in each. هنا بيقول لي divide this clock into fours. طبعا هنا أنا اتعلمت في telling time. قلت كنت دائما بقول فور بقول quarter past, quarter to. بقول half past. مش عارفين الموضوع ده جاي منين. تعال نتعلم الموضوع ده جاي منين. بيقول لي clock. divide this clock into 4 يعني ايه 4؟ يعني 4 إيكوال بارت تمام طيب خلي بالك ايه ايه طبعا حد يقول لي بص يا مستر هنعمل كده اهو تمام ادي كده بقت فورس تقول له تمام وعندي هنا 1 2 3 4 إيكوال بارت تمام طيب خلي بالك هنا لو احنا يعني عملنا كاونت للبوينتس هنا في اي كلوك هلاقي في عندي 12 بوينتس اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى على طول لو قال لي divided into force هقسمها ازاي into force هقول له 12 divided 4 ليه؟ لان احنا قلنا force means 4 equal parts يبقى 12 divided force equal 3 خلاص يبقى عندي هيبقى عندي 3 بوينتس كل 3 بوينتس يبقى 1 بارت مش لازم ابدا من هنا اهو ابدا من هنا ادي 1 2 3 يبقى ادي 1 بارت سوري تمام خلينا نشتغل صح تمام هنا يبقى دي 1 2 3 يبقى هنا فروم 1 فروم 1 2 4 اهو ادي 1 2 3 بارت كمان وادي 1 2 3 يبقى عند ال 7 تمام وادي 1 2 3 يبقى عند ال 10 اهو بص هلاقي عندي برضه 1 2 3 4 ايكوال بارت ممكن تبدا فروم اني وير ابدا من اي حته بس عدة دي عد قد ايه؟ عد 3 ايكوال بارت تمام؟ طيب يا مستر تعالوا نشوف نبدا من اي حته زي ما المستر قال لنا تمام هنا قال لي ها ديفايد ان تو فورس ابدا من اي حته تعالى نبدا من عند نمبر 2 اهو تمام نمبر 2 ادي 1 2 3 تمام يبقى ادي 1 2 3 يبقى هنا اهو ادي 1 فورث ادي 1 2 3 يبقى ادي 1 فورث وادي 1 2 3 يبقى 1 فورث وهنا 1 2 3 قسمناها برضو ل 4 ايكوال بارز تعالى نرجع تاني تمام خلينا نكمل يا yeah. هل لي هنا ديفايد ذس كلوك انتو هافز هافز قلنا يعني ايه هافز يعني ها وات دازت مين هافز ها هافز قال لنا يعني ايه هافز قال لنا halves means two equal parts تمام، halves يعني two equal parts تمام، يبقى الـ clock دي اللي فيها 12 point divided by 2، أيوة divided by 2 يبقى كل part equal إيه؟ equal 6 زي ما إحنا متعودين كده أهو، يبقى كده 6 أقول لأ يا مستر مش عايزك كده عايزها ازاي يا سيدي اقول لك اهو كده تمام اهو بص كده بقى عندي 6 ايكوال بارتس تمام اهو ادي 1 2 3 4 5 6 لا يا سيدي انا مش عايز دي ولا دي اهو انا عايز ابدا مثلا فروم نمبر 2 تمام اهو فروم نمبر 2 اند كاونت 6 ادي 1 2 3 4 5 6 اهو يبقى تمام فروم 2 تو 8 حد تاني يقول لي فروم 3 اقول له 3 تو 9 from 1 يبقى 1 to 7 from 4 يبقى 4 to 10 from 5 اهو كل دول اي واحد من دول هيقسمها لي لهافز تمام تعال نختار اي حد منهم تعال نختار مثلا from number 5 يبقى from number 5 to number 11 اهو بص كده ادي عندي 1 2 3 4 5 6 بارت وهنا كمان 1 2 3 وكل بارت من دول هاف وهنا كمان هاف طيب يلا بينا بيقول لي divided ها انتو ها ثيرد ثيرز يبقى عندي 3 ايكوال بارس يبقى على طول ها 12 ديفايدد 3 يبقى فروم اني وير ابدا من اي بوينت اهو عد ادي عد 4 ادي 1 2 3 4 تمام وهنا ادي 1 2 3 4 تمام وهنا ادي 1 2 3 4 يبقى قسمتها ل 3 3 ممكن تبدا من اي حته بقى خلاص بس اهم حاجه يكون البارت بتاعك قد ايه 4 بوينتس تمام يبقى على طول ها وطبعا دي لما كنا بنتكلم على التايم فعندي ثيرد وعندي فورس او كورتر وعندي هاف يلا بينا نروح للسيشن بتاعتنا ده كان يعني كده بريف سريع على fraction uh, um, we relate relation between fraction and clock بيقول لي هنا نروح لالساشن بتاعتنا fraction story problem ماريم مونة and محمد share a chocolate bar which of your fraction strips so how can each one get an equal parts row and label it blue بص يا سيدي ها هاو ماني فريندز شير this بار اوف شوكليت احنا عندنا بار اوف شوكليت اند مريم منى اند محمد 1 2 3 فريندز So we need to divide to cut this bar of chocolate into three equal parts. يلا بينا نرسم ادي ال one hole. اللي هي represent this bar of chocolate تمام؟ one whole طيب يا ترى الوان one whole هنقسمها احنا قلنا في three friends يبقى we divide it into three equal parts and each part represent one third تمام او one over three وهقول له the share, the share. Of, a, of each friend, huh, is one third. I want to write it in letters as you wish. I want to write it one over three. Okay, I want to write it one third. as you wish. Give I one whole, we divide it into three thirds, and the share of each friend is one third. Okay, complete. Yalla bina. The لي دينا has a long sandwich she wants to share it with two of her friends which of your fraction strips best match this story صديقتنا دينا معاها large sandwich معاها long sandwich and she want to share with two friends حد يقول لي يا مستر so we divide it into two equal bars اقول لك لا ما هي دينا كمان معاهم انا عندي دينا and his two here and her two friends يبقى what is the number of equal bars three يبقى هنا this sandwich we divided it into three equal bars يا yeah, mister هما بيقولنا two انا قلت لك دينا and two of a hair فريند تمام يبقى هم كام دينا والفريندز بتوعها يبقى 3 يبقى we draw a strip and divided it into 3 equal parts 1 over 3 1 over 3 and 1 over 3 يبقى the share of each one is a 1 third of a of a hair sandwich كل واحد هياخد قد ايه؟ هياخد ثيرد من الساندويتش بتاع مين؟ بتاع دينا. Ok، complete. تمام. وليد بنس a square piece of paper in halves. He bends each half in half again. آه. Oh. خلي بالك دي ستوري جميله جدا تعالوا هنا بيقول لي وليد بنس اسكوير بيس اوف بيبر تمام كان عنده اسكوير بيس اوف بيبر عنده بيبر ان ذا شيب اوف اسكوير تمام and he bends it into two equal parts تمام يبقى كده عندي ايه ها two halves تمام half and half بيقول لي هي ايتش هاف اه كل هاف من دول انتو اه انتو هاف يبقى هنا يا بقى هاف لا ده هنا بقى ايه بقى عندي فور ايكوال بارز يبقى 1 فورس 1 فورس 1 فورس بيقول لي اوف تعالوا كده نرسم الستريب بتاعنا اهو تمام تمام طبعا ده 1 هول تمام، والـ1 هول، ها، First we divide it into تو equal parts، يبقى ده half و1 over 2, تمام، طيب، وكل بارت من دول ها، we divide it into تو halves، يبقى ده كمان half، وده كمان half، وده كمان half، وده كمان half، بس خلي بالك إيه؟ ده half of half، يبقى ده فورس وده half of half يبقى ده فورس وهنا half يبقى فورس half يبقى fourth. Half of half يبقى, fourth. يبقى we divided we cut this base of paper into 4 equal parts and each part 1 over 4 or 1 فورس سهل جدا موضوع الفراكشن so 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 easy هشام بنس ا بيس اوف بيبر ان ثيردز هي بنس ات ثيرد ان هافز اجين تمام Which of your fraction strips best matches this story? Draw and label it below. تعالوا نشوف ادي ال fraction strip بتاعنا. ها تمام. اللي divided it into thirds. يعني thirds يعني three equal parts. اهو ادي one, two and three. Each part is a one-third, one-third and one-third او one over three. بيقول لي he bends each third كل third من دول هي He bends it into halves. He distributes it into halves. يعني ادي third هقسمه ايه لتو halves. طبعا هافز اوف ثيرد وهنا هقسمه ايه لتو هافز طبعا هافز اوف ثيرد وهنا كمان لتو هافز ايه هافز اوف ثيرد طيب بص كده معايا هاو ماني ايكوال بارز ان ذس وان هول في عندي هنا 1 2 3 4 5 6 يبقى عندي 6 ايكوال بارز اند ايتش وان اوف ذيم از 1 اوفر 6 So we divided this one whole Into six. Tamam tamam tamem tamam Yella Bina. Ha. has one orange. She cut it into four equal bases. She wants to share it with three of her friends. Which fraction matches Paba henna andy one orange? And

1 over 4 ولو عايز تقول له قول له 1 4 تمام دي كانت السيشن بتاعتنا لسن نمبر 73 واللي كنا فيها على فراكشن ستوري بروبلم كان في بدايه السيشن كان عندنا اتكلمنا على فاريليشن بتوين كلوك اند فراكشنز وتعلمنا هاو تو ريبريزنت هاف ثيرد اند فورث اون ذا كلوك وبعد كده كان عندي اتكلمنا على الفراكشن ستوري بروبلمز ويك Uh, how to find the fraction using a strip وزي لو عندي one whole how we can divide it into equal parts مستنينكم في السيشن الجاية lesson number 74 واللي مكملين فيها تاني مع الفراكشنز تابعونا وتابعوا كل حلقاتنا math of جريد 3 والمستر هشام النجدي على قناتنا الجميله قناه سكولا مستنيينكم في السيشنز الجايه ان شاء الله باي باي